أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عن تقديره واعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل المخلصين الذين سيظلون دائما الحصن المنيع لحماية وطننا العزيز ومنجزاته ومسيرته الحضارية ووحدته الوطنية، مقدرا جلالته ما يقومون به من واجبات سامية بكل شجاعة وعزيمة وانضباط، وما وصلوا إليه من مستوى احترافي في مختلف أسلحة قوة الدفاع. جاء ذلك خلال الزيارات المستمرة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين. إن ذكرى يوم تأسيس قوة دفاع البحرين علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة ومبعث فخرنا واعتزازنا جميعا، حيث تحي في نفوسنا مآثر البطولة والفداء التي سطرها الآباء والأجداد في صفحات تاريخنا الوطني المشرف، مؤكدين ثقتنا برجال قوة دفاع البحرين البواسل، حيث أضافوا صفحات ناصعة جديدة من البطولات إلى سجل تاريخنا الوطني المجيد، فهم بحق فخر الوطن ومصدر اعتزازنا الدائم. كلمات مشرقة قالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خلال حضوره التمرين العسكري المشترك قوة العزم، والذي أقيم بمناسبة الاحتفال بيوم قوة الدفاع البحرين 50. أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عن إعجابه بما شاهده من مهارات تعكس الكفاءة العسكرية واللياقة البدنية وروح المنافسة الشريفة وما يتسم به رجال قوة الدفاع من جاهزية قتالية رفيعة وتدريب احترافي متقن. جاء ذلك خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برعاية بطولة اليوم الختامي لكأس جلالته لبطولة الضاحية العسكرية 4 كيلومتر ومسابقة الرماية السنوية وبطولة شد الحبل للوحدات والقفز الحر بالمظلات. أشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمواصلة الرجال البواسل من الحرس الملكي أداء المهام النبيلة الموكلة لهم متكاتفين يدا واحدة مع إخوانهم الشجعان من أسلحة قوة دفاع البحرين ضمن عمليات قوة التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وما يقومون به من مهام سامية لتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز، وما يحققونه من نجاحات وانتصارات متواصلة تدعو للفخر والاعتزاز بهم جميعا. جاء ذلك خلال الزيارات المستمرة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه للحرس الملكي، كما شهد جلالته برنامج المسابقات الرياضية الرمضانية. إن الأمم تنهض برجالها الأوفياء المخلصين، وإن رجال قوة الدفاع حماة الوطن خير من يعتمد عليهم في كل المهام المشرفة، فهم الدرع المنيع لوطننا العزيز الذي يحمي نهضتنا الشاملة ودعماً وسنداً للأشقاء، فهم مثال للوطنية الصادقة ويحق لنا أن نفخر بهم دائماً. كلمات مشرقة قالها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خلال زيارته إلى القوة الخاصة الملكية.
تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور المرحلة الختامية للتمرين المشترك سموم 3 الذي جرى على مدى عدة أيام بالذخيرة الحية في مملكة البحرين بين قوات دفاع البحرين ومجموعة من القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذه المناسبة أكد حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه أن مثل هذه التمارين المشتركة تأتي انطلاقاً من عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه عن شكره وتقديره لكل الجهود الطيبة التي بذلت في الإعداد والتنظيم لمعرض البحرين الدولي للطيران 2018 ليحافظ على مستواه المتميز وتطوره المتواصل في نسخته 5 على التوالي ليصبح محطة مهمة على خارطة معارض الطيران الدولية تجمع كبرى الشركات العاملة في قطاع الملاحة الجوية لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاستفادة من التجارب الدولية. يطيب لنا في هذا اليوم المجيد أن نحتفي معا بذكرى يوم الشهيد في مناسبة وطنية عزيزة تخليداً وتكريماً لجميع شهدائنا الأبرار الشجعان من رجال البحرين المخلصين منذ قيام الدولة في عهد المؤسس الأول إلى يومنا هذا، فقد ضحوا بأرواحهم الزكية الطاهرة في سبيل وطنهم في ساحة الشرف وميدان البطولة خلال أداء واجبهم السامي المشرف، مجسدين بذلك أسمى قيم الشجاعة والفداء، فأصبحوا فخراً للبحرين ونبراساً مضيئاً لأجيالنا القادمة في حب الوطن بأسمى معانيه. كلمات معبرة تفضل بها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه خلال رعايته لمراسم يوم الشهيد. أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن قوات دفاع البحرين تمثل صرحاً وطنياً نزهو بشموخه وينطلق برعاية ملكية سامية بخطى ثابتة وعزيمة قوية محققاً إنجازات مختلفة على شتى الأصعدة وفي جميع المجالات، وتنهض بمسؤوليات كبيرة تمثلت في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقلاله وصيانة مكتسباته الوطنية ورعاية تقدمه وازدهاره، منوهاً سموه بما تشهده قوة دفاع البحرين من تطور ونقلات نوعية في شتى الميادين، ومنها سلاح الجو الملكي البحريني الذي أصبح فخراً لما يضمه من كفاءات وما يحققه من مشاركات إقليمية ناجحة. جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أول طلعة جوية بطائرة قتالية بقيادة حفيدة سموه الملازم ثاني طيار الشيخة عائشة بنت راشد آل خليفة، حيث قامت بالإقلاع بالطائرة الحربية القتالية هوك من قاعدة الشيخ عيسى الجوية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الدور الوطني لقوة دفاع البحرين في المحافظة على سيادة واستقلال مملكة البحرين وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، منوهاً إلى استمرار استراتيجية التطوير والتحديث لقوة دفاع البحرين لمواصلة أداء دورها الوطني وفي تعزيز أمن واستقرار المنطقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تحظى باهتمام ودعم
حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لخير وصالح وطننا العزيز. جاء ذلك لدى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول للرئيس مجلس الوزراء إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بما تقدمه قوات الواجب من تضحية وإقدام وتصميم أثناء المشاركة مع قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لتحقيق أهداف عملية إعادة الأمل من أجل مستقبل أفضل للشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة تفقدية لقوات الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الخريجين داعياً إياهم إلى الفخر والشموخ بانضمامهم إلى إخوانهم في ميدان العزة والكرامة متسلحين بالعلم والمعرفة والإيمان والثقة بالنفس خدمة لأوطانهم، شاكراً سموه آمر كلية عيسى العسكرية الملكية وجميع منتسبيها على جهودهم في رفد قوة دفاع البحرين بضباط على درجة عالية من الكفاءة والفعالية بمختلف التخصصات العسكرية والأكاديمية قادرين على حمل أمانة الدفاع عن الوطن ومكتسباته والمشاركة بنهضته بمواجهة مختلف الظروف والتحديات. جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لحفل تخريج الدفعة 13 من مرشحي الضباط سرية القادسية والدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين بكلية عيسى العسكرية الملكية. عبر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابع لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء. جاء ذلك خلال رعاية صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تكريم مجموعات قوة الواجب العملياتي الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عمليات قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالحرس الملكي. أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين وحرصاً منها على رفع مستوى كافة منتسبيها من ضباط وأفراد وتدريبهم التدريب الأمثل القائم على أحدث الأسس والأساليب العسكرية أولت التدريب العسكري الأساسي والمتقدم أهمية خاصة فهيأت العديد من الدورات العسكرية لمختلف الأسلحة والصنوف وسعت لتطويرها وزيادة قاعدتها العلمية وتخريج ضباط مؤهلين بمختلف العلوم العسكرية. كلمات عبر بها صاحب المعالي
القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال حضوره حفل تخريج إحدى الدورات التعبوية المتقدمة للضباط. أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني تسخر كافة إمكانياتها لتقديم أعلى مستويات التأهيل العسكري لتخريج دفعات متتالية من القادة والضباط المؤهلين أكاديمياً وعسكرياً، مشيداً معاليه بالدور البارز الذي تطلع به الكلية في مجال إعداد القادة وصقلهم بالعلم والمعرفة. كلمات قيمة صرح بها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال حضوره حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة العاشرة. هنأ صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط الجدد على تخرجهم، وشكرهم على ما بذلوه من جهود خلال فترة دراستهم، وحثهم على الاستعانة بما اكتسبوه من علوم ومعارف وخبرة في تطوير قدراتهم وترجمتها إلى واقع عملي في مختلف اختصاصات وقطاعات أسلحة ووحدات قوة الدفاع، إلى جانب أخوانهم في هذه المؤسسة العريقة القائمة على الكفاءة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عدد من الضباط الخريجين حديثا من الكليات العسكرية والجامعات، وذلك لتقليدهم الرتب العسكرية وأداء القسم القانوني. أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الاستمرار في برامج اختبارات الجاهزية القتالية والإدارية لها دور فعال، وذلك لما لمسناه من أداء مميز في مختلف المجالات وبالتحديد مجال العمليات، وخصوصا عمليات قوة التحالف العربي عاصفة الحزم بجانب الأشقاء ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن. كلمات عبر بها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال الاحتفال الذي أقيم لتكريم الوحدات الحاصلة على المراكز الأولى في برنامج اختبارات وتقييم الجاهزية القتالية والإدارية لعام 2018. أشاد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة بما يملكونه من قدرات كبيرة لها فائدة كبيرة من خلال مراحل التمرين الربط الأساسي 2018. وأكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن القوات الجوية وأسلحة الجو في المنطقة خطت خطوات كبيرة في العمل العسكري بشكل موحد أو مستقل، وأثبتت كفاءتها في عمليات في السابق وفي الوقت الحاضر، ونحن في قوة دفاع البحرين نفتخر بما تم إنجازه من قبل سلاح الجو في العمليات الجوية، والأرقام موجودة وأنتم على دراية وعلم بها ولله الحمد، وأن جميع ما أنجز لليوم يعتبر إنجاز كبير وفخر يساند ويدعم هذه القوات، وإن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة الطيار والقائد والفني وفريق العمل الإداري الذي يساندهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال افتتاح التمرين الجوي المشترك الربط الأساسي 2018. أكد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على أن تمرين درع حمد واحد
يعكس المستوى المتقدم من خطط الاستعداد المتواصل وبرامج التدريب المستمر لقوة درع الجزيرة المشاركة من أجل رفع قدرات القيادات وتهيئة الضباط. أعرب صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره للجهود الطيبة للأشقاء بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي امتزجت جهودهم الأخوية مع أشقائهم بسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في تعاون وتشارك فريد في إدارة وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة، والتي بإذن الله تعالى أصبحت سداً قوياً منيعاً في وجه كافة التحديات المحدقة بأمن واستقرار منطقتنا. جاء ذلك خلال حضور صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين للمرحلة الختامية للتمرين البحري الثنائي المشترك جسر 19، برعاية ملكية سامية. قام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم شهادات الدبلوم في العلوم العسكرية لخريجي الدفعة 13 من مرشحي الضباط سرية القادسية بكلية عيسى العسكرية الملكية. شهد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إحدى مراحل التمرين المشترك حمد 3 الذي نفذته قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة. وبهذه المناسبة أشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بالمستويات الطيبة التي طبقت خلال مجريات التمرين المشترك حمد 3، الأمر الذي سيحقق أقصى درجات الاستفادة بفتح آفاق مختلفة للنهل من تجارب الأشقاء في أساليب الحرب وفنون القتال لإثراء الخبرات وصقلها وتطويرها لاستيعاب كل ما هو جديد وحديث في هذا المجال لبناء قوة ذات كفاءة عالية قادرة على أداء واجباتها المناط بها بكل جدارة واقتدار. برعاية ملكية سامية قام سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع بتسليم الشهادات لخريجي الدفعة 22 من مرشحي الضباط الجامعيين، وذلك في قاعة الملك حمد بمبنى كلية عيسى العسكرية الملكية. تحرص الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه توفير الخدمات العلاجية ذات الجودة العالية بالمملكة، وذلك من خلال تطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية بالمستشفى العسكري لمده بأفضل ما توصلت إليه التقنية العلمية في هذا المجال. ومن منطلق حرص قوة دفاع البحرين المستمر في إطار تقديم أفضل الخدمات الطبية ذات الجودة العالية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، افتتحت سلسلة من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك حمد الجامعي التي تؤكد المكانة الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في مجال الخدمات الطبية، كما تم إنشاء مركز طبي متطور متكامل على مستوى المنطقة لعلاج الأورام السرطانية بالمستشفى. للحج شعائر جليلة ومناسك عظيمة يؤديها حجاج بيت الله الحرام، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بإفادة مجموعة من منتسبيها لأداء فريضة الحج سنويا تقديرا ومساهمة منها لرجالها الأوفياء لأداء هذه المشاعر المقدسة لما له من عظيم الأثر
في النفوس. عملت قوة دفاع البحرين على الاهتمام بالرياضة العسكرية، وتجسيدا لهذا الاهتمام والدعم المتواصل حققت الرياضة العسكرية لقوة دفاع البحرين منجزات ومراكز متقدمة في العديد من المنافسات الرياضية على المستوى الإقليمي والدولي، ونظمت قوة الدفاع العديد من البطولات العسكرية الدولية.